النادي الاسماعيلي النهارده وتغييراته، هل اثرت الشوط الثاني ولا اثرت بنسبه بسيطه جدا وبعد كده لقينا استسلام تام؟ النهارده التغييرات كانت احمد مدبولي بدل عمر روحش في الدقيقه 58، همام طارق بدل محمد مخلوف في الدقيقه 58، محمود دونجا بدل من عبد الرحمن مجدي في الدقيقه 73، حازم مرسي بدل من بنسون تشيلونجو في الدقيقه 87، وطبعا دي في اخر الوقت 87 دي، وبكيتي سيلفا بدل من محمد الشامي في الدقيقه 87. بص يا كابتن ايمن، انا شايف ان مدبولي النهارده لما نزل عمل شكل للنادي الاسماعيلي، لعيب محوري، لعيب مهاري، لعيب بيلعب على الجول بشكل كويس جدا. انا مستغرب النهارده ان هو ما كانش بادئ، ممكن يكون حالته الفنيه ما يكونش جاهز، ده برضه المدرب هو اللي يقدر يحكم عليه، لكن انا مدبولي من اللعيبه اللي بحب اتفرج عليها. النهارده عمل طفره في الاداء من ساعه نزوله. همام طارق ده برضو لعيب كويس جدا، انا متابعه من فتره، لعيب مهاري برضو، لعيب قوي في نص الملعب. لكن هما نزلوا في التوقيت يا كابتن، توقيت كان خلاص، يعني تقريبا النتيجه كانت 2-0، كان الماتش يعتبر شبه منتهي يعني فما ما قدروش ان هما يغيروا من نتيجه المباراه او في شكل المباراه. لكن اعتقد ان الاسماعيلي مع تغيير المدرب او قدوم المدرب ريكاردو، تقريبا ده ثالث مره او ثالث ولايه يمسك النادي الاسماعيلي، مسكهم قبل كده مرتين، وعارف الاسماعيلي كويس، وعارف طبع النادي الاسماعيلي، وعارف طبع لعيبه النادي الاسماعيلي. اعتقد ان الراجل ده في الوقت ده هو ده انسب واحد ان هو يرجع النادي الاسماعيلي ثاني لهيبته والمكانه الطبيعي في الجدول. لكن النهارده طبعا مجمل اداء النادي الاسماعيلي برده مش ده اللي النادي الاسماعيلي، طبعا حتى في وجود ان النادي الاهلي ضمن الدوري تقريبا يعني بشبه 99%، لكن مباراه الاهلي والاسماعيلي يا كابتن بتبقى ليها شكل خاص وبيبقى ليها طابع خاص خالص، يعني مهما كان وضع الفرقتين في الدوري، مهما كان احنا برده كنا لسه شايفين الجون بتاع فيلافيو في النهائي بتاع الدوري 2008 تقريبا او حاجه، يعني مباراه كانت 1-0 انت كسبان بفاول، يعني دايما بيبقى مباراه الاهلي والاسماعيلي بغض النظر عن مكان الفريقين في الجدول، لكن بتبقى مباراه مهمه جدا وبتبقى حماسيه جدا جدا جدا، يعني حتى ايام بركات وايام حمص وايام الناس وعماد النحاس، طبعا مع ذكر الالقاب، مع حفظ الالقاب طبعا، اللعيبه دي كانت مباريات بتبقى يعني احنا بنستناها ان احنا بنتفرج عليها عشان نتمتع بالظبط. فدلوقتي الموضوع بقى صعب جدا يا كابتن اسامه، انت النهارده بتتفرج على الاسماعيلي مفيش شكل، مفيش اداء، مفيش روح، حتى مفيش روح اصلا، حتى الروح مش موجوده، يعني الروح في اللعيبه مش موجوده بالذات الشوط الثاني بالظبط، يعني في استسلام تام للنادي الاسماعيلي الشوط الثاني، وده اللي سهل المباراه على النادي الاهلي النهارده. طبعا اتمنى طبعا ان النادي الاسماعيلي يرجع لمكانته الطبيعيه تاني، ونقول مبروك للنادي الاهلي النهارده، مباراه يعني مهمه جدا لحصد الدوري ان شاء الله بشكل نهائي في الماتش اللي جاي باذن الله. باذن الله. كابتن اسامه، المباراه الجايه بعد يومين تقريبا، بعد يومين